هو مرتضى منصور ممكن يرجع فعلا لرئاسة نادي الزمالك من خلال القواضي اللي عمال يرفعها على وزارة الشباب والرياضة. عزيزي ممكن جدا يرجع. ليه بقى؟ لأن الموضوع واضح كده إن قانون الشباب والرياضة اللي بناء عليه وزارة الشباب والرياضة يحق لها إن هي تفتش على المشاكل المالية للأندية، واضح إن الموضوع ده كان متفصل على مقاس مرتضى منصور ومجلس إدارة نادي الزمالك. مرتضى منصور يسكت؟ لا، هو عارف إن المجلس بتاعه هو المنشود وهو اللي القانون ده محطوط له علشان خاطر نروح نراقب على المصروفات والفلوس اللي بتصرف في نادي الزمالك، فنلاقي إن في مشاكل ماليه بتخص مجلس اداره نادي الزمالك فنحل مجلس اداره نادي الزمالك. مرتضى يسكت؟ قال لهم لا لا لا، القانون ده فيه عوار دستوري، القانون ده فيه مشاكل كتير جدا، لان احنا مفترض ان قانون الرياضه الجديد فيه استقلاليه للانديه وما ينفعش تدخل حكومي من جانب وزاره الشباب والرياضه، وما ينفعش ان وزاره الشباب والرياضه هي اللي تكون بتعمل رقابه ماليه على الانديه، الموضوع ده ما ينفعش، انتوا واضح ان انتوا عاملين لي القانون ده ليا انا تحديدا. والمشكله بقى في ايه؟ ان برغم ان مرتضى منصور ارتبط اسمه هو مجلس الاداره بتاعته بفساد وشبهات ماليه وبناء عليه تم حل مجلس الاداره بتاعته، الا انه يحق له ان هو يترشح للانتخابات الرئاسيه الجديده بالنسبه لنادي الزمالك. ازاي بقى؟ ما حدش عارف. هي سمك لبن تمر هندي اساس، ما حدش عارف اي حاجه. هم حطوا قانون علشان خاطر يمشوا بيه مرتضى منصور ويحق لهم ان هم يروحوا يشوفوا المشاكل والفساد المالي اللي مرتضى عامله، فمرتضى قال لهم لا يا حبيبي فيها لا خفيها، انا عارف القانون ده نازل لي انا، وعرفتوا تثبتوا اي حاجه بقى عليا انا والمجلس بتاعي؟ قالوا له والله يا مرتضى هو المجلس بتاعك عنده مشاكل ماليه. على مين بقى؟ مين اللي خد فلوس كده وحطها في جيبه، او مين اللي حط فلوس في البنك؟ مرتضى او المجلس بتاعك عنده مشاكل ماليه. مين يا عمي في المجلس بتاعي اللي عنده مشاكل ماليه؟ اقول له بص احنا مش هنقعد نظلم الناس يا مرتضى، هو المجلس بتاعك عنده مشاكل ماليه. طب هل الكلام ده بيقول ان مرتضى منصور القانون ده فعلا اتحط له علشان خاطر يتم حل مجلس الاداره بتاعته؟ هو للامانه بتاعت ربنا واضح جدا ان القانون كان محطوط لمرتضى منصور، بس مرتضى مش هيسكت، وبرضه علشان خاطر هم عارفين ان مرتضى مش هيسكت فراح قال لك من حق مرتضى يترشح للانتخابات الرئاسيه بنادي الزمالك. طب الاستقرار اللي اتضرب في نادي الزمالك ده مين مسؤول عنه؟ والله اسال الدكتور اشرف صبحي. طب عزيزي هو انا بحب مرتضى منصور اطلاقا، انا شايف ان مرتضى منصور واحد من اكبر الكوارث اللي كانت موجوده في نادي الزمالك، واحد من اكبر المشاكل اللي نادي الزمالك لسه بيدفع ثمنها لحد دلوقتي ماليا، لان مرتضى منصور كان واحد من الاشخاص المريضه داخل عالم كره القدم اللي ممكن تلاقيه خد قرار بكره الصبح على طول يجي يمشي مدير فني ومشي لعيبه اجانب، اللعيبه الاجانب دي تروح تشتكي النادي في الفيفا، فالنادي يلبس قواضي ويتحاسب عليها والنادي يدفع فلوس علشان خاطر في واحد زي ما قلت لك هوبا لالا كان بياخد قرارات في يوم وليله ان هم يمشوا الناس دي. فنادي الزمالك تراكمت عليه قواضي كتير جدا في الفيفا بسبب هذا المرتضى منصور، بس ده برضو لا يعني الا ان مرتضى منصور اتحط له قانون كده علشان خاطر مرتضى منصور يتم حل مجلس الاداره بتاعته ويتم تسريحه من نادي الزمالك. بس مرتضى شكله كده هيرجع، وهنرجع تاني للايام المنيله في 60 اللي كانت فيها الكره والرياضه المصريه. ولحد هنا عزيزي لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل سبسكرايب او اعمل ديسلايك او انزل اعمل اي حاجه في الكومنتات.